وللحديث أكثر عن دور مصر الحثيث للتعاطي بشأن الأزمة الراهنة بقطاع غزة، معنا عبر الهاتف السيد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد، بعد التحية، الرئيس السيسي حذر من عواقب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة، كيف ترى الوضع في ضوء التصعيد الراهن؟ أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة التصعيد الراهن، خصوصا التصعيد اللي حدث يوم أمس، يعني كان تصعيد لافت وغير مسبوق، يعني في إطار دورة التصعيد الراهنة اللي هي ابتدت من يوم 7 أكتوبر. أمس كان طبعا في محاولة لاجتياح بري محدود أو عملية برية محدودة من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على القطاع، مما أدى طبعا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية اللي بس لم تقتصر أو لم يقتصر مداها على قطع منظومة الاتصالات وعزل القطاع عن العالم، وإنما امتد ليشمل يعني إصابة الأطقم الطبية نفسها وسقوط بعض الشهداء من هذه الأطقم، وعدم يعني القدرة على معالجة الضحايا أو الوصول إليهم حتى في ضوء الأزمات اللي بيعاني منها القطاع. يعني ولكن كيف يعني كيف تنقل للمتابع عواقب اتساع هذا ما يحدث في قطاع غزة، اتساعه في المنطقة كلها؟ طبعا كان يعني مصر حذرت في أكثر من مناسبة من تداعيات التصعيد ده الجاري على الأمن الإقليمي ككل، لأنه إحنا الحقيقة التصعيد حاليا لم يعد مقتصرا على الأراضي الفلسطينية، وإنما امتد ليشمل بعض الساحات الأخرى المشتعلة بالأساس. عندنا الجبهة اللبنانية حاليا مشتعلة على إثر هذا التصعيد، عندنا تصعيد في أكثر من ساحة أخرى، سواء كنا بنتكلم عن الساحة السورية أو الساحة العراقية، فضلا عن اليمن، يعني حصل استهداف في أكثر من مرة من قبل الحوثيين للجانب الإسرائيلي. فالحقيقة أنه هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق بينذر بحرب إقليمية، وده كان أحد التهديدات اللي حذرت منها الدولة المصرية في أكثر من مناسبة، على اعتبار أنه التصعيد الراهن يعني لا يقتصر في مداه أو لن يقتصر على حدود الجرائم اللي بتنتهك داخل اللي بتتم داخل الأراضي الفلسطينية، وإنما احنا قدام مشهد أو سيناريو مطروح بيتمثل في التحول نحو سيناريو الحرب الإقليمية. طيب، الرئيس السيسي ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة مخرجات القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن الاستفادة من هذا الإجماع الدولي وكيف يمكن البناء عليه؟ طبعا القرار بتاع أمس كان قرار تاريخي يعني ومهم جدا جدا جدا، خصوصا في ظل ما حمله من دلالات. أولا احنا بنتكلم على يعني أبرز الدلالات المرتبطة بقرار أمس كان أنه في ما يشبه الأغلبية الدولية الرافضة لمسار التصعيد الإسرائيلي وما يترتب عليه من جرائم وانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، في مقابل تراجع السردية الإسرائيلية الخاصة باللي بتحاول يعني تمرر أو تشرعن العمليات اللي بتتم داخل قطاع غزة وبحق الفلسطينيين بشكل عام. عندنا طبعا توجه دولي أو ما يشبه الاتفاق بين أغلبية الدول واللي صوتت أمس لصالح القرار على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. أعتقد أنه هذا القرار يمكن البناء عليه في الفترات المقبلة من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار واستدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.